وضح. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا من ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. المباراة الفاصلة للتأهل لكأس العالم بين الجزائر والكاميرون، ستعيشون معنا كل ما حصل أثناء وبعد هذا الموعد الكبير، فابقوا معنا. نهاية الشوط الأول بتفوق المنتخب الكاميروني هنا في الجزائر بهدف مقابل صفر. نلعب الربع ساعة الثاني من الشوط الثاني، الجماهير الجزائرية تبقى تضغط وتضغط من أجل التعديل. سنرى ماذا سيحدث.